السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الدرس الثامن الجزء الرابع من دروس كورس Document Control in Construction Sites. النهاردة إن شاء الله هيكون التطبيق العملي الأول لينا على برنامج Document Management Information System. هنتعلم النهاردة إن شاء الله إزاي نكرييت Submittal وإزاي نعمل أبديت على بيانات Submittal وإزاي نعمل ديليت للSubmittal. حضرتك كدوكيمنت كنترولر بيكون ليك يوزر نيم وباسورد تقدر تخش بيهم على السيستم. بالنسبه لليوزر بتاعنا اسمه اسلام, بيقول له current user is اسلام, you have permission for the blue projects, يعني انت تقدر تخش على المشاريع دي بس. طيب مين بقى اللي بيدي البيرميشنز دي؟ حد تاني اسمه سيستم ادمنستريتور, وده مش موضوعنا النهارده. طيب هنخش على مشروع ISSR New Building, هنخش على Submittals من زرار Submittals, هتظهر لي الشاشة دي. عايز اعمل New Submittal او اعمل Create Submittal, عندي طريقتين, يا اما اجي عندي قائمة Submittals وادوس عليها واختار Create New Submittal, او ادوس على طول Control N. ف هندوس create new submittal, نبدأ ندخل بيانات السبميتال بتاعنا. هندخل اول حاجة رقم السبميتال, وهندخل بعد كده رقم الريفيجن بتاعه, مفتوح معاك لحد ريفيجن 30. بعد كده هتدخل تاريخ السبميتال, وليكن مثلا 4/8. تاريخ السبميتال ده لو انت كدوكيمنت كنترول استشاري فهو التاريخ اللي المقاول بيسلمك في السبميتال, ولو انت كدوكيمنت كنترول مقاول فهو التاريخ اللي انت بتسلم فيه السبميتال الاستشاري. هندخل الديسكريبشن, هنقول شوب دروينج فور فاونديشنز ات بارت بي 3. ده الديسكريبشن بتاع الايه السبميتر. هنا بندخل الايتم نمبر. الايتم نمبر ده ايه اللي هو عن طريقه يعني بقدر اقول ان السبميتر ده ريليتد بالبند رقم 1.1 في المقايسة. الايتم نمبر ده هو عن طريقه بقول ان السبميتر ده ريليتد بالبند رقم كذا في المقايسة. السبميتال تايب, بختار السبميتال تايب بتاعي اهو, مثلا شوب دروينج, بختار الورك تايب سيفل اعمال انشائيه, بعد كده بختار الزون نيم المنطقه اللي فيها او السبميتال ده مرسوم او متقدم عشانها اللي هي منطقه بي 3, بختار اسم المهندس اللي رسم اللوحه مثلا وليكن اسلام ابراهيم, بختار اسم مدير المشروع وليكن مثلا هشام الباز, بختار اسم مدير المكتب الفني وليكن مثلا سامي بدر. بالنسبه للايتم نمبر والسبميتال تايب والورك تايب والزون نيم والانجي نيم والبي ام نيم والتي او ام نيم او التكنيكال اوفيس مانجر نيم, دول اللي بيكريتهم الادمنستريتور, انت مالكش دعوه بيهم. تمام, اجي بقى هنا خلاص انا كدوكيمنت كنترول دخلت بيانات السبميتال بتاعي, ما عملتش مجهود في اي حاجه غير اني كتبت بايدي الديسكريبشن وكتبت الرقم بس. هدوس انسرت, بس دخلت عملت انسرت للسبميتال بتاعي وكده بقى انا كريت السبميتال بتاعي خلاص. جميل, نيجي بعد كده هندخل هنعمل ابديت على السبميتال. دلوقتي انت كاستشاري استلمت السبميتال مثلا وعملت عليه مراجعه وعايز خلاص اديت عليه اكشن مثلا وعايز ترجعه للمقاول, فالمفروض انت كدوكيمنت كنترول استشاري بتعمل ابديت للبيانات دي. هتدخل تاريخ الرد وهتدخل الاكشن اللي خده لمين, الاستشاري او المهندس بتاعك. فبكل بساطه تقوم رايح على سبميتلز, دوس ابديت كارنت سبميتال او كنترول يو, هيظهر لك بيانات السبميتال بتاعك. هتقوم رايح هنا هتقوم مدخل الريتيرن ديت بتاعك. انا دخلت الريتيرن ديت هنا وهدوس ابديت. بص قال لك ايه بقى, It's not logic. The submittal has returned date without action. السيستم لحق الاخطاء البشريه اللي ممكن تحصل عن سهو عن طريق البشر, ان انت دخلت الريتيرن ديت وما دخلتش الاكشن.
هل منطقي ان يكون في سبميتال ليه ريتيرن ديت ولوس اكشن؟ مش منطقي. فالسيستم ينبهك للجزئيه دي. طب انت رايح هنا عامل ايه؟ عامل ابديت وتدوس ابديت. دخلت الاكشن خلاص يبقى لك سبميتال داتا ابديتد سكسسفول. تمام كده. طب تعال نفترض انك اخطات ودخلت الريتيرن ديت بتاريخ اصغر من تاريخ الارسال، يعني انت عندك تاريخ الارسال او سنت اون 4/8/2017، فلنفرض انت غلطت ودخلت الريتيرن ديت 1/8. تعالوا شوف السيستم هيقول لك ايه. بص السيستم قال لك ايه، اتس نوت لوجيك، the submitter return date must be greater than or equal to sent date. ما ينفعش يكون تاريخ الرد اصغر من تاريخ الارسال. برضه دي من ضمن الفيتشرز اللي بتساعد الدوكيمنت كنترولر في ايه؟ في الشغل. وانس انت دخلت الريتيرن ديت، السيستم اوتوماتيك لما انت بتدوس ابديت بيعمل معادله بيطرح تاريخ الرد من تاريخ الارسال، يقول لك مده الاعتماد اللي هي الاكشن بيريود. هتدوس اوكي خلاص كده هو عمل ابديت. نرجع تاني اهو، دخل لك بي، دخل لك تاريخ الرد. طيب عايزين نمسح سبميتال بكل بساطه برضه، هتيجي تعلم على السبميتال اللي انت عايز تمسحه، وتيجي عندي سبميتالز، تيجي تدوس ديليت كارنت سبميتال او كنترول دي، هتدوس عليها هيطلع لك رساله يقول لك دو يو ونت ديليت ذيس سبميتال، ويقول لك الرقم بتاعه ليه. فلنفرض انت كيوزر دوست بالغلط، فالسيستم يلحقك وينبهك يقول لك انت متاكد انك عايز تمسحه، فهتقول له مثلا نو، يبقى انت خلاص مش عايز تمسحه. هتقول له يس، هيقول لك سبميتال داتا ديليتد سكسسفولي، خلاص كده ما بقاش عندك السبميتال ده. بس النهارده كده احنا خلصنا، خلاص عرفنا ازاي نكريت سبميتال، ازاي نعمل ابديت على السبميتال، ازاي نعمل ديليت على السبميتال. في الدرس الجاي ان شاء الله هنبدا نتكلم ازاي نعمل ريتريف لبيانات السبميتال، او نسترجع بيانات السبميتال، ازاي نطبع التقارير، ازاي نطبع الكفر شيت. ولحد هنا كده شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.